وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، أكدت الأستاذة جيهان المرباطي مدير مكتب الأمم المتحدة الإنمائي في مملكة البحرين بالإنابة أن البرنامج الإنمائي شريك استراتيجي وفاعل مع مملكة البحرين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. طبعا الأمم المتحدة بشكل عام وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشكل خاص شريك استراتيجي وفاعل مع مملكة البحرين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويشمل هذا التعاون عدة أوجه ويصب في عدة مجالات: الحوكمة الرشيدة، التعليم، الصحة، تمكين المرأة، التنوع الاقتصادي والطاقة المستدامة. ويعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشكل وثيق مع مملكة البحرين لتحقيق عدة أهداف تنموية. هذا التعاون يشمل مجالات متعددة، منها تعزيز الحوكمة الرشيدة حيث يساهم البرنامج في تحسين كفاءة وفعالية المؤسسات الحكومية وتطبيق مبادئ الشفافية والمساءلة مما يعزز من الثقة في الإدارة العامة. وفي مجال التنمية الاقتصادية المستدامة يركز التعاون على تعزيز النمو الاقتصادي الشامل ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص عمل جديدة. قد أثمر هذا التعاون نتائج ملموسة على أرض الواقع: تحسين الحوكمة، دعم النمو الاقتصادي، الحفاظ على البيئة، تمكين المرأة، كلها جوانب شهدت تقدما ملحوظا بفضل هذا التعاون المثمر.